أكوان الله وآياته أفاق النور وبركاته مرج البحرين بحكمته لا يبغي ملح وفرات خلق الأكوان وزينها أضواء النور وسبحات وجبالا أرسى بقدرته زرع وثمار ونبات أحوال الخلق يدبرها شهدت بالجود الخيرات. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحب بكم في هذا اللقاء الإيماني العلمي المبارك لنبحر في آيات هذا القرآن العظيم. هذا القرآن قال الله تبارك وتعالى فيه: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. آيات الله كثيرة في الكون من حولنا، والله سبحانه وتعالى تعهد أنه سوف يجعل أولئك المشككين يرون آيات الله في الكون في الآفاق وفي الأنفس أيضا، حتى يتبين لهم أن هذا الكلام، هذا القرآن، هو كلام الله الحق تبارك وتعالى. هؤلاء تحدوا الله كثيرا وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أن يمطر عليهم حجارة من السماء. سبحان الله، هم لم يعلموا أننا محاطون من حولنا بمليارات الحجارة التي تسبح في ضمن هذه المجموعة الشمسية وقريبة من الأرض، وهناك نيازك تمر بالقرب من الأرض، وهناك أيضا مليارات الحجارة الكبيرة والصغيرة التي لو سقطت على الأرض لأمطرتها ولأفنت الحياة على ظهرها. الآن أيها الأحبة، يعني سوف أتأمل معكم كيف أن كرتنا الأرضية مهددة بالزوال. هذه الكرة لولا رحمة الله تعالى بنا لزالت منذ زمن. النيازك تحيط بالأرض من كل أطرافها. هذا منظر للأرض أيها الأحبة، وهنا نجم ينفجر ويعطي ملايين الحجارة التي تسبح في هذا الكون، وهناك أشعة شمسية قاتلة، وهناك يعني حجارة ملتهبة تلتهب عندما تخترق غلافنا الجوي وتشتعل وتعطي مثل السحاب، تتبخر على حدود الغلاف الجوي ولا نشعر بها. ويقول العلماء أيها الأحبة إن هذه الحجارة التي تسقط على شكل نيازك معظمها يسقط في مناطق غير مأهولة. هذه الظاهرة يعني حيرت العلماء كثيرا، أن معظم النيازك تسقط في مناطق غير مأهولة. لماذا تستهدف المناطق غير المأهولة؟ لأنها خطيرة جدا، ولو سقطت على الأبنية السكنية أو الأسواق لأحدثت دمارا يشبه الانفجارات. وربما نتذكر هناك نيزك سقط في روسيا مؤخرا وأحدث دمارا هائلا وشكل سحابة كبيرة في السماء نتيجة احتراق جزء كبير منه وتبخره، ولكن بقي جزء مهم سقط إلى الأرض، وكانت هناك أضرار مادية وأضرار جسدية أيضا. لذلك يتساءلون من الذي يحجب هذه الحجارة الكثيرة عن الأرض؟ لماذا لا تتوجه كلها إلى الأرض على الرغم من جاذبية الأرض الهائلة الكبيرة، وعلى الرغم من قرب هذه الحجارة منا؟ إنها رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده، الذي قال: ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. سبحان الله. آيات
للموقنين. الذين تحدوا الخالق عز وجل ماذا قالوا أيها الأحبة؟ هم لم يدركوا هذه الحقائق من حولنا. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. سبحان الله، يعني كانوا يستهزئون بالنبي ويسخرون منه صلى الله عليه وسلم، ويتحدون رب العزة أن ينزل عليهم هذه الحجارة. اليوم الأقمار الاصطناعية والمراصد الفلكية رصدت لنا هذه النيازك، ورصدت أننا في وضع محظوظ جداً من هذا الكون، أننا موجودون على الأرض. لو كنا في مكان آخر لا انقرضنا منذ زمن بعيد، لأن كل الكواكب تتعرض لمثل هذه الأخطار وهذه النيازك. ولكن الله سبحانه وتعالى سخر للأرض غلاف جوي. هذا الغلاف الجوي أيها الأحبة يحمي الأرض من خطر هذه النيازك، لأن النيزك عندما يدخل، أو هذا الحجر عندما يدخل عبر الغلاف الجوي يحتك مع طبقات الهواء، وعندما يحتك بسبب سرعته الهائلة ما الذي يحدث؟ يحترق ويتبخر ولا نشعر به. لذلك الله جعل هذه السماء سقفاً محفوظاً وأشار إليها في القرآن، قال سبحانه وتعالى وجعلنا السماء سقفاً محفوظاً وهم عن آياتها معرضون. إذن هذه السماء أيضاً مسخرة لخدمتنا. سبحان الله، يعني انظر أيها الإنسان، لقد سخر الله لك ذلك الغلاف الجوي ليصد شر هذه النيازك عنك، وسخر قوانين معينة تحرف هذه الحجارة عن الأرض فلا تصيبك بأي أذى. وحتى عندما كشف العلماء عن أسرار هذه النيازك قالوا إن النيزك عندما يدخل جو الأرض تتشكل سحابة كبيرة. سبحان الله، الله عز وجل قال وإن يروا كسفاً، الكسف هو قطعة الحجر، وإن يروا كسفاً من السماء ساقطاً يقول سحاب مركوم. سبحان الله، يعني أنا أود أن أتساءل بالله عليكم، ألا يستحق هذا الإله الرحيم أن نعبده وأن نشكره وأن نتأمل كتابه الذي قال فيه أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أحبتي في الله، نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بهذه المعلومات النافعة، وأن يجعلها نورا لكل مؤمن تضيء له يوم لقاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. آياته للموقنين رتلت ذكرا مبينا، شمسه بالنور تسري جل من أقرى العيون، أبدع الأغصان فضلا، أنبت الحب الحصينا، أجرى بحرا عند بحر، برزخ الآيات فينا، مالك الأقدار.